تقرير يلا سلام والعنود الطعامي دائما وكل وأبدا بتبهرنا بتقاريرها الجميلة. اليوم محضرت لنا تقرير عن أشهر مدن الملاهي حول العالم. طبعا مين فينا ما يحب أنه يروح للملاهي ويزور أيضا الملاهي المختلفة ويجرب أغرب وأخطر الألعاب اللي بتكون حول العالم، وتحديدا ديزني لاند الموجودة بأمريكا وأيضا باريس. بس الناس تقول أنه ديزني لاند اللي في أمريكا أحلى بكثير من ديزني يوروب اللي في باريس، فأتوقع يعني اللي زاركم منها واستمتع بهذه اللحظات يعني ما أعرف إيش أقول عنه صراحة، واللي ما زارها لازم يزورها وخصوصا بعد ما يشوف هذا التقرير. أتوقع أنه راح يتحمس كثير وأنا متحمسة من قبل ما أشوف التقرير، أنا فعلا أحب الملاهي. وإذا يعني تعبت قلوبنا كثير العنود وما قدرنا نروح، عندنا أشغال وما قدرنا نسافر، عندكم هنا ملاهينا يا زينة وفيها كل الألعاب الخطيرة، لا تخلوا شيء على قلوبكم. يلا نروح نشوف التقرير وارجع لكم. ما يحب الملاهي؟ هي المكان اللي ينطلق فيه الصغير والكبير في مرح وسعادة، حيث عالم المغامرات والإثارة والتشويق في متناول اليدين. بنتعرف اليوم على أكثر المدن الترفيهية اللي عليها إقبال حول العالم. ديزني لاند هي الملاهي الأكثر شهرة في العالم، تقع في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، تستقبل سنوياً أكثر من 15 مليون زائر. افتتحت عام 1955 بها الكثير من ألوان المرح والترفيه من عالم ديزني الخيالي، واستقبلت حتى الآن 650 مليون زائر. المملكة السحرية افتتحت عام 1971 وهي مدينة الملاهي الأكثر زيارة في العالم مع 19 مليون زائر عام 2013. تقع في منتجع وولت ديزني في فلوريدا بأمريكا، شعارها أن تكون المكان الأكثر سحراً على الأرض. تضم غابات سحرية وسيرك للأطفال وغيرها من ألعاب متنوعة. ملاهي مدينة يونيفرسال تقع في هوليوود، واستقبلت عام 2013 أكثر من 6 مليون زائر. هي موطن جميع أنواع المغامرات، كما أنها ملاذ العشاق، وقد افتتحت عام 1915. شعارها أن لوس أنجلوس عاصمة الترفيه، وبها حديقة جراسية لكائنات ما قبل التاريخ وألعاب عائلة سيمبسون وغيرها. هابي فالي تقع في بكين وافتتحت عام 2006، لديها أكثر من 40 لعبة ركوب، منها 10 في غاية الخطورة، ومسرح إي ماكس مع 7 شاشات عرض وأجنحة ذهبية في حقول من الثلج وغيرها، تستقبل سنويا 3 مليون زائر. ملاهي يوروبا تقع في راست في ألمانيا، وهي أكبر مدينة ملاهي في ألمانيا، وتعتبر واحدة من أكثر مدن الملاهي الأكثر شعبية في العالم. تضم أكثر من 10 اسطوانات عملاقة ومكان استقبال مهرجان الرقص الأوروبي السنوي، افتتحت عام 1975 وتستقبل 4 مليون زائر سنويا. تضم مدينة أقزام وأبراج مرتفعة وملاهي رائعة في الماء، تمتد على مساحة 230 فدان. أي واحد رايح لواحد من هذه المدن الترفيهية بالله يحجز لي معه. ويلا سلام، العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. لا لا أنا كذا غرت، يحجز لك أنت لحالك ونحن ما لنا رب، يحجزوننا كلنا، بس هو الأهم أنه نقدر ناخذ إجازة ونسافر. عموما هذا كان التقرير عن أشهر مدن الملاهي حول العالم، ولكن